هذا يعني أمر عظيم جدا. من ذا الذي يعمل ويخلص العمل لله تبارك وتعالى؟ شيء لا يعني يحتاج لجهد جهيد أن تخلص النية لله عز وجل. ما تبتغي بعملك جزاء ولا شكورا، ما تبتغي عملك رياء، ما تبتغي عملك شهرة، صد الناس أو مثلا جذب وجوه الناس إليك، لا، وإنما تعمل لله تبارك وتعالى. هذا كلمة يسيرة، عمل لله من الشروط اللي يحفظها صغار طلبة العلم، العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، لكن تطبيقا يحتاج إلى علاج كبير، يحتاج إلى جهاد تجاهد نفسك حتى تخلص، فلا يكون لمخلوق من عملك شيء، وإنما كله لله عز وجل. وذاك ماذا قيل؟ قيل الرياء داء الصالحين، الرياء داء الصالحين. الرياء ما هو داء الفساق ولا الفجار ولا الملحدين، لا، لأن الرياء أين يأتي؟ مع الأعمال الصالحة، هل هي لله أو لغير الله؟ يعني ما في واحد من يشرب الخمر لله أو لغير الله، خمر معصية، أو واحد يزني أو واحد يسرق لله أو لغير الله، لا. لكن الصلاة هنا تحتاج إخلاص، هل هي لله أو لغير الله؟ الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، الصدقة، الحج، العمرة، قراءة القرآن، الأذان، ما صالحة. فميدان الإخلاص من عدمه، الرياء من عدمه، هذا وين؟ مع الأعمال الصالحة ولا مع المنكرات والفواحش؟ مع الأعمال الصالحة. فلذا قيل الرياء داء الصالحين. وقلما يستمر الإنسان، ويحتاج الإنسان المسلم يجاهد نفسه حتى يخلص عمل الله تبارك وتعالى. نعم.